مرحبا بيك دارين، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله بصحة جيدة. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غنديروا الغيفات. هذه اول مرة غنديرها هذه الطريقة هذه، وبغيت نجربها معكم. على اي هذه الطريقة كلشي كيقول زوينة غزالة، وقلت علاش لا نجربها مع بعضياتنا. على اي هنايا خدينا تقريبا 6 معالق ديال الدقيق مع كاس علبة ديال الماء تقريبا. المهم غادي نخلطهم مزيان، ما نخليوش فيهم بحال دوك الكويرات الصغار. المهم على اي غنضربو بهم مزيان، ومن بعد غنردوهم للكاسرول، وغادي نحاولوا نديوه على عافيه مهيله مع التحريك حتى يعطينا بحال الصوص. من بعد غنحطوه في الثلاجه حتى يبرد. كيف ما كتشوفوا الكريمه بدات كتعقد، ولات بحال الكريمه عفوا، فحركناها مزيان فوق العافيه مهيله حتى ولات بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غادي نعاود نطفي على العافيه، وغادي نخلطها مزيان مزيان، وغنردها لبلاصتها وندير ليها بابي سلوفا ولا المهم نحاولوا نسدوها باش ما يدخلش ليها البرد، ونحطوها في الثلاجه لمده 5 حتى 10 دقائق. وهنايا غادي نوجدو العجينه ديال الرغيف ديالنا. غنديرو الدقيق على حسب القياس اللي بغيتو، ونضيفو ليه سميده رقيقه سيمولينا فاين، وملعقه ديال السكر، ملعقه ديال البيكنج باودر الخميره ديال الحلويات، وشويه ديال الملح. هاد الأثناء كنخرج الخلطة ديالنا اللي هي خلطة سحرية من الثلاجة، فكنضيفوها على الخليط ديالنا مع إضافة الماء تدريجيا شوية بشوية، وكنخليوهم يندمجوا مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على عجينة. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا جات هشيشه، جات رطبه غزاله. هذا هو السر ديال ديك الخلطه. المهم كنخبيوها بالسلوفان، كنخليوها ترتاح، ومن بعد نوجدوا الخلطه اللي غادي نديروا في وسط الرغيف ديالنا. هنا كنجيبو الزبده تقريبا 3 حتى 4 معالق، كنضربو بها مزيان حتى تولي بحال الكريمه. كنضيفو ليها ملعقه ونصف ديال السيمولينا ديال السميده الرقيقه، وملعقه ديال الدقيق، وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى ديال البيكنج باودر، وشويه ديال الفاني، نص خنشه ديال الفاني. كنخلطو مزيان وكنستعملوهم من بعد في وسط العجينه كيف ما غتشوفوا معانا. كنهزو العجينه ديالنا بعد ما كيما كتشوفوا وجات غزاله غزاله بزاف. كنقسموها على 4 تقريبا، باش انا درتها قياس قليل. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نعملوا بها هاد الرغيفات ديالنا.
هنا البنات ضروري من التوراق وحتى السلوفان ضروري تخبيو العجينة ديالكم، وغادي نضيفو الزبدة ديالنا والتيمولينا اللي صيبنا في الاول. ومن بعد هنايا في هذه المسافه هذه هي القياس ديال المسمن اللي بغيتو، بغيتو يجي صغير مربعات صغيره تخليو على هذا القياس، بغيتو مسمن كبير طولوه شويه وتردوه شويه مربعه وكبيره كما كتشوفوها الطويه هذه تجي شويه طويله. على اي غادي نكملوا ثلاثه ديال العجينات كلهم بهذه الطريقه، الرابعه خليكم معايا حتى نشوفوا شنو كيفاش غادي نديروا لها. هنا البنات كيف ما كتشوفوا ثلاثة العجينات تقريبا درنا لهم نفس الطريقة، مي الرابعة لا، الرابعة غادي نعجنوها ونورقوها مزيان وغادي نديرو وسطها دوك ثلاثة بهذه الطريقة اللي كتشوفوا. كنقطع من جناب وكنحاولو نلصقوهم مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نردوها بلاصتها وغادي نكملو دوك جوج الاخرين بنفس الطريقة. وهنايا غادي نعاودو نخبيو العجينة ديالها بسولوفان ونخليوها ترتاح غير دقيقة ولا جوج بما نمضيو الموس ديالنا او السكين اللي غادي نستعملو باش نقطعو به العجينة ديالنا. هنا كيف ما كتشوفو غادي نجيبو العجينة الاولى وغادي نحاولو ندعسوها بشوية ماشي بزاف. هنا تقدرو تجناو تخليوهم او تقطعوهم على حسب الرغبة ديالكم وتقطعو على القياس اللي بغيتو وتخليوهم يرتاحوا 11 دقيقه تقريبا وتخبوهم بالسلوفان بطبيعه الحال باش ما يجيكمش العجينه قاطحه. على اي هنايا من بعد غادي تعجنوا المسمن ديالكم كيف العاده اللي مولفين، غادي تردوا البال من العجينه ديالو انه مورق قبل ما يطيب. هنايا ما غاديش نطيبهم في المقلات العاديه وانما غنطيبهم في هذه الكهربائيه، يعني غادي تحطي تقريبا 4 5 دقائق وحده. على اي هذه غادي ندير لكم عليها فلوج في الفيديو في الجاي ان شاء الله وغادي نهضر لكم عليها. هي متعدد الاستعمالات، كديري فيها كباب الكفته اي حاجه، وان شاء الله نشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو نشرح لكم تقريبا كيفاش كتستعمل وحتى منين شريتها وكل شيء اي حاجه كتعلق بها. اذا بهذه الطريقه هذه باش طيبت الرغيف ديالي واللي جاو مورقين، وصراحه هاد الطريقه استعملت درتها اول مره عجبتني بزاف بزاف وما غاديش ندم عليها لان المذاق ديالهم حتى هو جا رائع مع الفاني لوغو جا غزال. الى عجبتكم الطريقه ان شاء الله كنتمنى ديروها وردوا عليا ان شاء الله في التعليق ديالكم، واللي هي سهله سهله على الرغيف اللي موالفين كنديرهم دائما. كيف ما كتشوفوا هادو هما الرغيفات ديالنا جاو غزالين مع كويز ديال اتاي شهيه طيبه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله.